في حاجة اسمها كلمة دوني، كان معيشة لوحده سنة 2008. أول ما جينا عملنا ستادي على الستيتس بتاع الدكاترة والستودنتس في الكلية، إيه التكنيكال، عملنا تكنيكال ريبورت عن قدرة الطلبة والدكاترة على تقبل الليرنينج عشان نقدر نعمل أكشن بلان على الفترة اللي هي من 2008 ل 2011. وبدأنا عملنا سيرفي، ده كان فيز 1 اللي هو من سبتمبر 2008 لديسمبر 2009. كان فيز 1 كله ان احنا بنعمل استراتيجي بلان وبنعمل الاكشن بلان، وعملنا التكنولوجي سيرفي للفاكولتي ستاف والستودنت. فيز 2 كان عندنا الامبلمنتيشن والبارتيسيبيشن والانفولفمنت بتاع الدكاتره والطلبه. طبعا كل الدكاتره اتكلموا على تعريف الاي ليرنينج. e-learning ليه تعريفات كتيرة قوي اونلاين وكتب، بس احنا التعريف ده اكتر تعريف حاسين قريب للe-learning او بيوصل مفهوم الe-learning. use of new multimedia technology and the internet in order to improve the quality of learning through facilitating access to resources and services and through collaboration and knowledge sharing at the school. يعني انا الدكتور باجي بدي محاضرة، I'm not replacing your face-to-face learning، انا بس بانهانس او بفاسيليتيت الاكسس للريسورسز والسيرفيس. باجي بديك المحاضرة، اسمعني ركز معايا، بس روح البيت عندك انترنت عندك كمبيوتر، هتدخل تلاقي السيرفيسز والريسورسز بتاعتك كلها موجودة اونلاين، ف وتقدر تعمل شيرنج للريسورسز دي. حاجات دي كلها بيزك بريمسز. الستودنت دلوقتي في كلية الطب عندنا ايه المشاكل اصلا موجودة في الكلية عشان نعالجها بالإيلرنينج. اول ما جينا بدأنا عملنا ورك شوب وعملنا ندوات للدكاترة وقلنا لهم إيلرنينج. طب ليه؟ طب ما احنا عندنا عايشين يعني ما فيش حاجة مضايقانا. لا، احنا نشوف ايه المشاكل. المشاكل مثلا ان انا الدفعة عندي فيها 1300 طالب دفعة واحدة في سنة واحدة، وعندي 7000 او 8000 طالب في الست سنين بتوع الطب. عندي مشاكل، عندي مشاكل ان انا باجي ادي محاضرة ساعة ومفيش في ليك اوف كوميونيكيشن، في ليك اوف انتراكشن ما بين الانستراكتور والستودنت. فالطالب محتاج يبقى فيه مور انتراكشن ومور اكتيفيتي تتعامل معاه. إذا كان بقى الحاجات دي هتقدر تبقى available في الكلاس روم، إن مثلا يبقى في 5 في الكلاس روم هقدر انتراكت معاهم، عندي 500 عندي 1000 مش هقدر، ف I have to enhance my learning بإن أنا أجيب حاجة أو tool جديدة تساعدني ل enhance learning ده. أنا اتكلمنا معاهم على إن إحنا ما بنتكلمش على technology wide، إحنا بنتكلم على pedagogy wide. احنا عايزين نحسن الكواليتي اوف ليرنينج بالاي ليرنينج. الناس دايما كانت بتسالنا طب انتوا في الاي ليرنينج ده عندكم تشات؟ لا، احنا ما نقولش كده، السؤال ما يبقاش كده. السؤال يبقى انا عايز اتكلم مع الطلبه قبل الامتحان عشان اقدر اديهم اكزامبلز او اقدر اوصل معاهم حاجه. فانا بتكلم educational wise ازاي التكنولوجي تقدر تساعدني ان انا احقق المفهوم التعليمي بتاعي. فاقدر انا اجاوب بقى على الدكتور اقول له اه عندنا حاجه في التكنولوجي اسمها تشات رومز تقدر تتكلم فيها. فالناس كانت مجرد انها بس عندها، احنا ما بنعملش موضه زي بقيه الناس عندنا اي ليرنينج وخلاص، لا احنا عندنا مشاكل معينه ومش زي مشاكل كل الكليات، لا كل كليه ليها مشاكلها وببدا احلها بالتكنولوجي بتاعتي. بس لما جينا عملنا الاستراتيجيك بلان خدنا من الاستراتيجيك بلان بتاع الجامعه، ان هو كان عندهم في الاستراتيجيك بلان انشاء جامعه رقميه وافتراضيه، ودخلناها جوه الاستراتيجيك بلان بتاعي. طبعا ده الليرنينج سبيكتروم، عندنا الترديشنال ليرنينج اللي هو السبوره، ده تقريبا ما بقاش في حد بيستخدم السبوره والطباشير. عندنا البلندد ليرنينج هو ده اللي حاولنا ندخله في الاول خالص للكليه، نبدا نفهم الستاف ايه هو البلندد ليرنينج، ان انت عندك ماتيريالز، عندك الماتيريالز دي عايزين نبدا نحطها للافيلبل ستودنتس
بره مكان الكلاس روم اللي انت بتدرس فيها، بس هتدرس فيس تو فيس، وهتبقى في الاخر عندك حاجات تانية الطالب يقدر يروح تلاقيه. عندنا الديستنس ليرنينج ده مكان المفروض ان في كليات نقدر نحقق فيها الديستنس ليرنينج وفي كليات ما نقدرش. كلية الطب مثلا الطالب محتاج يلمس الحاجة بإيده أو يشوف الحاجة بعينه عشان يقدر يكشف بعد كده على عيان، بس أقدر أعمله فيرتشوال لاب أو فيرتشوال كلينكس يبص على الحاجات دي بحيث إن هو لما يجي يروح الراوند بتاعه يبقى شايف الحاجات دي ويقدر يأبلاي بسهولة وما يبقاش كل الناس في راوند فوق بعض ومش عارفة تشوف لا هنا ولا في البيت. بس في كليات اقدر اطبق فيها الديستنس ليرنينج، واحنا طبقناها عندنا ماده في الماجستير كانت ماده كواليتي ومش محتاجه ما فيهاش حاجه كلينيكال فمش محتاجه، فعملنا كورس ديستنس ليرنينج وده كان الكورس الوحيد للديستنس عندنا في طب. طبعا زي ما قلت لكم ان هو موضوع مش مساله تكنولوجي، احنا موضوع كله educational pedagogy. If we are going the wrong way, technology will get us faster. يعني التكنولوجيا هتسرع مهمنا حتى لو اللي احنا بنعمله ده غلط. في البداية عملنا general training للستاف كلهم، بدأنا معاهم workshops وندوات عشان نقدر نعرفهم ونوصل لهم مفهوم e-learning. Students اللي عندنا طبعا الستودنتس الموجودين الجيل الحالي اسمه جنريشن واي، في كل وورد وايد بيستخدموا المسمى ده على الجيل الموجود دلوقتي اللي هو جيل ويب 2.0 الموبيلتي، كل الناس عندها سمارت فون ايبود وايفون وايباد. الطالب دلوقتي بقى يقدر يعمل 100 حاجه في نفس الوقت، قاعد على فيسبوك بياكل بيشرب بيتفرج على التلفزيون بيذاكر بيكلم الموبايل، كل ده عايز يعمله في نفس اللحظه. فهو الجنريشن اللي عندنا دلوقتي هي جنريشن واي. بدانا على الجنريشن دي ان احنا نبدا عملنا لهم سيرفي، عرفنا اليوسج بتاعت الكمبيوتر عندهم لسنه اولى او لسنه بتدخل قد ايه. طلع عندنا ان 70% واكثر من 70% بيستخدموا الكمبيوتر، بس ان اللي بيستخدموا الكمبيوتر ان educational ما عدوش ال 20%. فبدانا نعمل احنا في الطب عندنا نظام موديولز، فاول سنه اول موديول خد الطلبه تريننج اسبوعين على الاي ليرنينج، كل الفاسيلتيز كل الامكانيات كل الحاجات اللي عندهم في الكليه ويقدروا يستخدموها. الموضوع ده من 2008 يعني دلوقتي السنة الرابعة لحد سنة رابعة واخدين تريننج على الاي ليرنينج، والطلبة دول الامتحان بتاعهم بيبقى اونلاين اكزام 1200 طالب ليهم ريسيرش توبيك يعملوا عليها ريسيرش ويابلاي اونلاين وبياخدوا نتيجتهم اونلاين. ودي كانت أول تجربة لأول أسبوع لطالب طب بيخش ياخد الاي ليرنينج بحيث ان هو يبقى حياته كلها، لان دي مجرد انها اتيتيود. انا ما اقدرش اجي اقول لطالب في سنه سته انا هغير لك حياتك كلها وحياتك كلها هتبقى اي ليرنينج، لكن اقدر اقول لطالب لسه خريج هاي سكول اقول له خش هتتعلم الحاجات دي، هو ده اللي انت هتدرسه على مدى الست سنين. فهو طبيعي ان بقى الطلبه اللي بتدفع الاساتذه ان هم فين حاجتنا؟ ليه الحاجه مش اونلاين؟ ليه الاساينمنت مش اونلاين؟ فالطلبه هي اللي بقت تبوش الدكاترة، والدكاترة كان عندهم ريزيستنس فظيع في الأول، بس لما استسهلوا ولقوا إن الطلبة هي اللي بتطلب منهم الحاجات دي بقوا هما اللي بيأبلاي الإي ليرنينج على الكورسز بتاعتهم. طبعا عندهم الكوميونيكيشن سيستم ازاي كنا نخليهم يستخدموه، كانت مشكلة برضه زي ما الدكتور شريف قال محدش بيستخدم ايميل الكلية، بس احنا حاولنا ان اي حاجة جوه الكليه ما تتبعثوش غير عليها، الريجستريشن على الاي ليرنينج بورتال عليه، نتيجتهم ما بتطلعش غير باستخدام الايميل، فبالتالي بقى الايميل هو وسيله الكوميونيكيشن او الاي دي الوحيد بينهم وما بين الكليه. طبعا عشان نختار الليرنينج مانجمنت سيستم كان في ليرنينج مانجمنت سيستم كتيره، كل الناس لما نسالها ليه اخترتوا ده او ليه اخترتوا ده، ده اصل مثلا الجامعات الخاصه اخترنا ده عشان ده غالي،
اختار ده عشان تشكل حالي، الجامعات الحكومه اختارت ده عشان رخيص، بس احنا حاولنا نشوف فعلا ايه الحاجه اللي تناسب الكليه عندنا وتناسب برضو امكانيات الكليه، وفي نفس الوقت فيها كل الفاسيلتيز اللي انا عايزاها. فعملنا كومباريزن ما بين كل ال ام اس، وفاينلي طبعا اخترنا مودل، ومش عشان مودل فري واوبن سورس، لا طبعا هو سبب رئيسي عشان احنا مش هنقدر ندفع ل 8000 طالب لايسنس، بس عشان مودل وورد وايد هو من اكثر ال ام اس المستخدمه، وكذا حد كان مثلا كذا جامعه لما بصينا اونلاين كانوا بيستخدموا ويب سي تي او بلاك بورد، حسوا ان الشيف بتاع الموديل بيتنقل الجراف بتاعه اعلى عشان الاوبن سورس والديفلوبينج اونلاين تغيير السبورتنج فورم اونلاين وكل الكلام ده عن الاكشن بلان. احنا اول ما بدانا طبعا كان عندنا مبدا ثينك بيج سمارت سمول اكسلريت فاست، التيم اختار تيم كويس الحمد لله، كان عندنا اداره كويسه، عملنا الاستراتيجي بلان بتاعتنا، حاولنا نشارك كل اعضاء هيئه التدريس يعني كل واحد زي ما هو عايز، اللي عايز يشارك عشان هو بيحب الحاجه كان بيشارك، اللي عايز يشارك عشان في ريورد بتجيله كان بيطلعوا ريورد، المهم ان كان كل واحد باعضاء هيئه التدريس بنحاول نخليه يشارك معانا في الاي ليرنينج، وكنا بنعمل كولابريشن. طبعا بدأنا بالويب سايت، الويب سايت معظم الناس بتعتبره بس دعاية، بس ك educational institute بنبقى الويب سايت مهم لأن هو بيوصل مسج معينة، مش مجرد إن هو بيعمل إعلانات على الكلية أو إيه الكلية دي فيها إيه ومسج فانزاتين وكده، لا إحنا حاولنا إن هو يوصل للطلبة مسج معينة وللدكاترة والخدمات اللي تقدر تقدمها لهم عن طريق الويب سايت. الـ e-learning portal ده كان شكل الموديل بتاعنا أول ما بدأنا نزلناه، طبعا عملنا له customization حسب النيدز اللي الكلية محتاجاها. e-content زي ما دكتور شريف قال كان في مشكلة إن الدكاترة تعمل e-course كامل في الأول، فبدأنا نعمل زي موديولز صغيرة نعملها e-content. كوبي رايتس كانت مشكلة، فاضطرينا ان احنا كل حاجة من اول وجديد فروم سكراتش تتعمل، كل الرسومات كل الكتابة الدكاترة تعملها، فالموضوع طبعا كان بياخد وقت، الانستراكتور بيقعد معانا مع التيم ويبدأ يقول ايه اللي في دماغه ونبدأ نحطه له في شكل e-content. بعد فترة بعد سنتين طبعا جاء قسم الـ ENT عندنا في الكلية كان عايز يحول كل الدرامز بتاعته أو كل الماتيريالز بتاعته يحولها الـ e-learning، فهو بصراحة استغل الدكتور كان بيعمل ماجستير، فخلى الدكتور ده يعمل الـ thesis topic بتاعته عن الـ comparison ما بين الـ traditional learning اللي هو الـ face-to-face learning والـ e-learning، وحول كل الـ منهج الـ ENT أنف والأذن حوله كله لـ e-learning، حوله ككل حاجة بقى تاسك assignment games animation tour الفيديو بتاع راوند نفسه، كل الماتيريالز أو كل حاجة الطالب بيدرسها في المنهج ده اتحول لـ e-course، وده اللي احنا بنقدر نعتبره مثلا اللي هو الـ e-course على أصوله اللي هو من from A to Z. بس الطلبة ادى راوند face to face وادى راوند e-learning، وهو بيعمل بقى الـ study والـ comparison ما بين الاثنين من شكل الـ course. الـ course distance الوحيد اللي كلمتكم عليه هو course الماستر، برضه الـ quality ده الطلبة ما شافتش فيه دكتور خالص، دول كان total distance learning، كل حاجة كانت عندهم على البلاتفورم بميعاد بفتح الكورس وميعاد انتهاء الكورس، كل الماتيريالز كل الاساينمنت الكويزز كلها الدكتور كان بيعمل لهم ساعات ويز اي كيو سيشن اللي هو اونلاين سيشن، يقدر يكلمهم على فورم على تشات،
حسب الدكتور واللي بيختاره، ودايما الكورس بيختلف من دكتور لدكتور، في دكتور بيحب يعمل حاجات وفي دكتور بيحب يعمل حاجات تانية، فما فيش كورس ابدا هيبقى زي بعضه. فده الطالب بس جه امتحن في الاخر عندنا في الكلية على كمبيوتر لاب، امتحن اونلاين في الاكزام بتاعه. الحاجة الوحيدة اللي عملها في الكلية كان هي الفاينل اكزام بس، حتى الكويزز اللي في النص كانت ديسنا. الموبايل ليرنينج طبعا اكتر الناس بتحب الايباد او الموبايل اكتر بكتير من انها تلبس اللابتوبس، لان احنا مثلا كان عندنا منظر في الكليه ان كل الناس قاعده على الارض ومعاها اللابتوبس وقاعده داخله على النت بتجيب محاضراتها. فبدانا نطبق الموبايل ليرنينج ان هو يقدر ياكسس حاجات بسيطه، طبعا مش كل حاجه هتبان في الموبايل زي الكمبيوتر، بس يقدر ياكسس حاجات بسيطه، يدخل على الاي ليرنينج بورتال ياكسس الماتيريالز بتاعته من على الموبايل. سوشيال ليرنينج ده كان اول تجربه لينا مع الطلبه، ازاي نحبب الطلبه في اول سنه في ليرنينج. خليناهم هم اللي بارتيسيبيت اونلاين، عملنا لهم مسابقه ما بين احسن طلبه تبارتيسيبيت اونلاين. عملوا ايه؟ عملوا حاجه اسمها ستادي جروب، فتحنا لهم سبيس على مودل، عملوا حاجه اسمها ستادي جروب، قلنا ان الحاجه دي مش اوثورايزد من الكليه، ده مجموعه طلبه مع بعض قاعده بتذاكر وبتطلع الريسورسز بتاعتها اونلاين، اللي عايز يشارك يشارك. بداوا طبعا يعملوا ستادي جروبس على كل الموديولز او كل المواد اللي بيدرسوها، وطلعوا ماتيريال يعني تكاد تكون احسن من اللي موجوده وبيدرسوها فعلا مع الدكاتره، وعملوا كويزز وعملوا كويز باك. وكل الطلبه من سنه اولى اللي احنا بدانا معاهم كانوا بين 8 سنه رابعه، كل سنه بيعملوا الاستادي جروب دي، وبقت هي بالنسبه لهم يعني زي ما حياتهم ان هم بيذاكروا. اوكي بيذاكروا حتى الدكتور، بس ده المرجع الرئيسي بتاعهم، ان هم كل واحد بيجمع ويب سايت، بيجمع اسئله، بيجمع كتب، بيجمع انيميشن، بيبدا يحطها على السبيس ده، فبيبقى فيه كل الريسورسز اللي هم بيدرسوها. وعملوا اركايف كبير مهول يعني من الداتا دي، والفورمز بتاعتهم ابتدوا بقى الاسئله، وابتدوا الكوميونيكيشن ما بينهم على الفورمز، فعندنا كل الحاجات دي موجوده، والسنين اللي بعديها بتبدا تستفيد منها. ده شكل الستادي جروب. بالنسبه برضو للسوشيال ليرنينج كان عملنا لهم فيسبوك جروب، بحيث ان احنا عملنا لهم في الاول فورم، الطلبه اوكي بتقعد على الفورم بس ما بتقعدش على الفورم قد ما بتقعد على الفيسبوك. فالفيسبوك عملنا لهم فيسبوك جروب بيقدروا فيه يشوفوا النتيجة بتاعتهم، بيقدروا هو طبعا النتيجة ليها سايت واحدة بس، احنا عملنا لهم ان هم يقدروا يشوفوها من على الفيسبوك، يقدروا يشوفوا يبحث عن طبيب، يقدروا يدوروا على اي دكتور في الكلية ويعرفوا الايميل بتاعه، اليوتيوب شانل يقدروا برضه يشوفوها، ده غير ال 24 ساعة سبورت، فعلا 24 ساعة سبورت وقت النتائج وقبل الامتحانات وكده، والايام العاديه بيبقى سبورت في اللي هو ديورنج اليوم يعني، والتويتر وده الفورم بتاعهم. الشانل ما كانش عندنا مجرد ان احنا نرفع فيديوز موجوده، احنا ما بناخدناش اي فيديو اونلاين عشان الكوبي رايت، كل الفيديوز الموجوده يا اما تصوير لراوند مثلا الراوند، كل راوند متصوره فيديو بحيث الطالب ممكن يحضر راوند وممكن برضه يشوفه على الشانل، عمليات جراحيه متصوره وموجوده على الشانل، مؤتمرات، محاضرات، ايفر، بس كلها حاجات ملك الكليه. وعندنا 4 مليون فيوز تقريبا. فيرتشوال ليرنينج ده بصراحه اكتر حاجه بنفتخر فيها من الكليه. الفيرتشوال ليرنينج هو بدا من 2008 وبدا من قبلها بشويه، كان فكره مجموعه من الطلبه دخلوا سنه اولى وكانوا عايزين يعملوا حاجه، هم كانوا شاطرين في الكمبيوتر وكده، وكانوا عايزين يعملوا حاجه يقدروا يستفيدوا بيها بحيث المشاكل اللي واجهتهم في الكليه. طبعا انا مش هتكلم عليه، زميلتي الدكتوره بس بتتكلم عليه، بس انا عايزه اقول لكم عليه ان احنا المشروع
المشروع ده اتقدمنا بيه السنة اللي فاتت لجائزة الشيخ خليفة التربوية، والحمد لله خدنا أحسن مشروع على مستوى الوطن العربي في المشاريع التربوية المبتكرة. وهنوريكم بس ديمو، معلش احنا هنوريكم ديمو بسيط على كام مشروع من الفيرتشوال مع دكتورة بسمة. السلام عليكم ورحمة الله. أنا اسمي بسمة نجار، أنا طبيبة امتياز في مستشفى جامعة اسكندرية. طبعا أنا اتشرف إن أنا أقدم لحضرتكم ديمو صغير عن مشروع الفيرتشوال هيرفيت. هو نبدأ بس عن المشروع. هو زي ما الدكتور صلاح بدري كان قال من شوية، من أقوى الفودز في الـ e-learning إن أنت تعمل سيميوليشن لوات سليم، تعمل له سيميوليشن وتحاول إن أنت ترياليستيك على قد ما تقدر. هي كلمة فيرتشوال أصلا يعني معناها، يعني كلمة لاتينية اسمها فيرتوس يعني تروث، يعني على قد ما تقدر تخلي الحاجة دي حقيقية. ده المشروع. دي الفكرة عبارة عن إن إحنا عاملين مجسم لكلية طب اسكندرية كاملة بكل المباني اللي فيها. كل عبارة من دي بتمثل قسم معين أو مبنى معين. عندنا مشاريع من سنة أولى لحد سنة ستة. أهم خمس مشاريع اللي إحنا تقدمنا بيهم للجائزة، لجائزة خليفة، هم المعروضين أو المنورين حاليا في المدينة دي. من أهم المشاريع المشروع اسمه الـ Virtual Cardiology. هو الفكرة إن الطالب بيدخل كأنه داخل بالظبط قسم الكارديولوجي عندنا في الكلية، بتقابله النيرس، بترحب بيه وبتقول له أهلا بيك في القسم عندنا، وبتحاول وبتعرض له إيه الأوض اللي موجودة في القسم عندنا. هنا الكلينيك، عندنا هنا اللايبرري اللي هي بيلاقي فيها التكست بوكس، بيلاقي فيها الفيديوز، بيلاقي فيها كل الميديكال ماتيريال ريليتد للقسم اللي هو فيه ده. والأوضة الثالثة دي عبارة عن ايفالويشن، هو بيفالويت البروجكت اللي ده هو حابب بعمله. أول ما بيدخل الكلينيك دي اللي هي أوضة الكشف، بتوديه على كوريدور معين في البيشنت. عندنا هنا قسم الكارديولوجي الكوريكيولا بتاعه عبارة عن خمسة بيشنت. طبعا البروجكت ده كله بيستهدف الأكتر جرادد بيشنت اللي هما طلبة سنة خمسة اللي بيدرسوا مادة البلطة. مثلا هنا هنبيك بيشنت، بيطلع لي دكتور اسمه دكتور هيل، ده الطبيب المساعد اللي بيساعد الطالب طول عملية الفحص. في البرنامج ده المفروض ان الطالب هو الدكتور، يعني هو مسؤول عن الحالة دي from A to Z. لو فين هيقول له ان انت lost the patient بتاعك، لو succeed هيقول له congratulations ان انت عالجت حالة وانقذتها. اول ستيب بيعرض له هيستوري كامل للحالة، ودي برضه بوينت بنستريس عليها لان هي في الامتحانات العملي الدكتور بيستريس طالب ان هو ازاي ياخد جود هيستوري من البيشنت بتاعه. بعد ما بيقرا الهيستوري بيناقش معاه الحالة وبيقول له واضح ان هو بيشتكي من كذا، تفكر في ايه، يبتدي يعرض له البوسيبيليتيز ان هو يفكر فيها وازاي يرتب السيكينج بتاعه. بيعرض له مجموعة بيدسكاس معاه البريشن بتاع الحالة دي. الطالب بيبتدي يختار من مجموعة أمراض ممكن يبقى ليها علاقة بالسيمتومز اللي عند العيان ده أو ملهاش علاقة، بيبتدي يختار. لو الاختيار بتاعه ده صحيح بيأكسب، لو مثلا أنا اخترت هنا حاجة غلط بيدسميس الاختيار. أنا مثلا هنا اختار الحاجات، بعد ما اختار الاربع بوسبيليتيز الصح او وات ايفر الصح بيبتدي يقول لي تعالى مع بعض نبتدي الاكزامينشن خطوه خطوه. الفكره كمان ان انا عامل اكزامينشن يعني من اول الجنرال اكزامينشن 100% انا ماشي سيستماتيك، بعلم الطالب معايا ازاي يبقى لوجيك ثينكينج، ازاي يبقى سيستماتيك، مش بعلمه ان هو يستريس على نقطه معينه ويطلع منها هي دي الدايجنوز بتاعه. انا ممكن اقول له ان اللاب قال كذا وان الكارديولوجي قال كذا وسيبني هو هيطلع النتائج، لكن انا بحاول قد ما اقدر انمي عنده الكلينيكال سنس. باكزامن كل بارت من الجسم، الهيد والنيك والابر ليب واللور ليب. بنمك الاكزامينشن، يعني مثلا هنا في القديمه انا المفروض ان
الكلينيك اللي انا بسبريس على الشيرتوبيا مثلا 30 ثانيه برضه بحاول اعمل له الحاجه دي. في الاخر بيقولي ايه النيجاتيف ساينز والبوزيتيف ساينز اللي انت لقيتها، برضه مش بيسكيب الستيب دي الا لما يكون جاوب على كل الاسئله صح. بعد ما بيخلص الجنرال اكزامينشن بقول له الفايتالز بتاعت العيان ده ايه. طبعا انا مش هقدر اخلي الطالب يلمس او يحس في البرشر، دي مشكله، بس انا بحاول اديله الداتا اللي هو مش هيقدر يستقيها من البرنامج بنفسه، انا بحاول اقدمها له. هنا مثلا البلس، هنا البلس بريشر، هنا يقدر يقيسه بنفسه. انا عملت له بامب يقدر يقيس بيها يرفعها زي ما هو بيقيس في العادي بالظبط، ولما بيخلص الجهاز بيديفليت. هو لو في هيدفونز الأصوات هتبقى مسموعة أكتر. temperature نفس الفكرة، الترمومتر بيقيس لوحده، بقول له الريسبيراتوري ريت بتاعه، بقول له الـ other positions إيه، بسكيبه وبخش على الـ local examination. عندي local examination في الـ examination الـ heart بيتقسم لكذا حاجة، inspection و patient و percussion، برضه قد ما أقدر مش هخليه إن هو يلمس العيان، بقول له أنت لو حطيت إيدك في المناطق اللي أنت بتعمل فيها في الـ patient هتلاقي إيه؟ زي أنا مثلا أقول له إن suprasternal position مش فيت، هقول له إن الـ immediate position مش موجودة، وبرضه بيمر مجموعة من الأسئلة obligatory عليه إن هو يحلها علشان ما يبقاش عدى أي نقطة ما شافهاش. هنا بيركشن، أنا ممكن أبركس كل منطقة من المناطق دي وبسمع صوتها إذا كانت هي ضم أو إذا كانت هي ريجنال. مثلا هنا وبعد ما بيجاوب على زي بينتقل للمرحلة الثالثة الأوسكالتيشن، برضه في كل إيريا بيعملها أوسكالتيشن. وهكذا حد ما بيخلص الجنرال اللوكال اكزامينشن بيطلع له حاجه اسمها الاكزامينشن شيت بتاعه، بيلخص له كل الحاجات اللي هو لقاها بوزيتيف في العيان ده. بعد كده بيقول له ايه الديفرنشال، انت كده بعد ما حصرت كل تفكيرك في حاجه معينه تفتكر ايه الديفرنشال المناسب للحاله اللي زي كده. بعد ما بيعمله بيقول له ان انت بروجريس، ان انت دلوقتي قدامك الافيلابيلتي ان انت تعمل الانفستيجيشنز اللي انت عايزها. بدخله المعمل وبديله كل الانفستيجيشنز اللي ممكن يطلبها، سي بي سي وليفر فانكشن وكيدني فانكشن وات ايفر هو عايز ايه، بديله راديولوجي واقول له ايه اللي انت شايفه في الراديولوجي، بديله نوتس ان في كذا لو في اي حاجه مش واضحه في الراديولوجي، بديله برضه بيعدي على اسئله. لو عايزها ممكن بيلاقيها. في النهاية بديله هنت صغيرة عن التريتمنت وعن السكيم بتاع التريتمنت للعيان ده. المشروع الثاني برضو هديكم فكرة صغيرة عن السيرجيكال اوبريشنز. عادة بيطلبوا عندنا ان هم اتعودوا ان هم يفتحوا اليوتيوب ويدوروا على اوبريشنز معمولة بره وجامعات تانية مسجلاها. فكرنا انه في امتحانات الجراحة عندنا الطالب بيتسأل في الكلية، مش بيتسأل في الدكتور اللي بره بيعمل ايه، كل دكتور ليه ستوتس بتاعته وليه الطريقة بتاعته. احنا فضلنا اننا نعمل لهم برنامج بيناقش الاوبريشنز دي. البرنامج عبارة عن الاوبريشن نفسها متصورة فيديو موجودة، كذا اوبريشن اللي هي كانت على طلبة سنة ستة للجراحة، والانفستيجيشنز اللي بيعملها قبل العملية بيبريبير العيان بتاعه ازاي، وانيميشن عشان لو هو في جزئية معينة مش متخيلها كويس في الفيديو تقدر توضحها بالانيميشن. دي واحدة من الاوبريشنز اللي عندنا متقسمة. الاوبريشن فكرة ان هي بتبقى متقسمة ستيشن، ستيشنز كل خطوة من العملية يقدر يسكيب مثلا لو عارف الخطوة الأولانية عارف الخطوة التانية وهكذا. المشروع الثالث دي للطلبة السنين الأكاديمية أقل شوية، الهيستولوجي لاب، ده معمل من المعامل الإلكترونية عندنا، بيقدر نفس السلايدز اللي هو بيلاقيها في المعمل بيروح يلاقيها هي بيقدر يحركها تحت الميكروسكوب زي ما هو عايز، بيقدر يشوف الدايجنوست فيتشرز بتاعتها ايه وهكذا.
بعد كده المشروع الأخير اللي هعرضه لحضراتكم اللي هو الباثولوجي، الباثولوجي لاب، ده بيعرض الجرايد الباثولوجي والسبيسيمنز الموجودة عندنا في المتاحف بتاعتنا، يقدر إن هو 3D يلف الجار زي ما هو عايز، يقدر يعرف الليجن موجود فين، يتعرف على الأورجن، بتسأل نفس الأسئلة برضه اللي بيتسألها في الامتحان العملي. دي كانت فكرة بسيطة عن مشروع الفيرتشوال، ومش بدأت أقول لك كام برزنتيشن كمان. بيطلع في الاخر ريبورت وستاتستيك بيها، وربطنا السيرفي بالريزلت، فكان عشان ياخد الاونلاين ريزلت بتاعته لازم يعمل سيرفي، ولما بيعمل سيرفي بيجيله كود على الايميل بتاعه، بيدخل الكود بيقدر يعرف الريزلت بتاعته. الاي كامبينز سريعا دي اخر حاجه، الك ده اي ليرنينج اويرنس كامبين، بصراحه اكتر حاجه يعني اكتر حاجه حسيت بمتعه وانا بشتغل فيها. الكامبين استمر 9 شهور لكل اعضاء هيئه التدريس على الاي ليرنينج، كان كل اسبوع كل يوم خميس من الساعه 9 الصبح للساعه 11 عندنا زي صالون ثقافي بنتكلم عن توبيك جديد في التكنولوجي او في الاي ليرنينج او عموما في الكمبيوتر اند تكنولوجي الاي ليرنينج. كان كل خميس ليهم سيشن، كان في باي ويكلي نيوزلتر، في ورك شوبس كل اسبوعين مره ل 20 عضو هيئه تدريس. الورك شوب دي 4 ايام من الساعه 9 الصبح للساعه 2 على مودل، وكل واحد لما بيخلص الورك شوب دي لازم يطلع باي كورس عامله هو فروم اي تو زي طبعا بمساعده التيم بتاعنا. فكان كل ورك شوب بيخلص بيبقى عندنا 20 كورس، طبعا كان اغلبهم بوست جراديوت لان هم اسهل كتير انهم يتعملوا. كان ليهم سبيس اونلاين بيتحط فيه كل الماتيريالز بتاعتنا، كل البرزنتيشن اللي بتتاخد، كل حاجه تخص الك كانت موجوده على الورك شوب ده. عملنا لهم جريدنج بوينت سيستم بحيث ان كل واحد بيخلص او وكمان ممكن ينشر بيبرز، كان فيها اكتيفيتيز كتيره قوي بس عشان الوقت مش هقدر اقولها. المهم كان في ريورد في الاخر بحفله، كان اداره الكليه عامله ريورد لكل واحد بيخلص مثلا كورس بمبلغ معين، كل كريدت اور بمبلغ معين حسب البوينتس اللي خدها، خد شهادات. الكامبين ده زي ما قلت لكم استمر 9 شهور. الكامبين اللي بعده ده الاكتيفيتيز اللي كانت فيه اللي بعد قريب كان الحمد لله احنا مؤخرا برضه من شهر الكليه اعتمدت، بس قبل الاعتماد كنا عاملين كامبين اسمه قريب كواليتي اكريديتيشن ريدنس انترنت برودكاست، بنعرف الطلبه يعني ايه اعتماد، هيفيدهم بايه، ايه الحاجات اللي هتعود على الطالب، الحاجات اللي هتعود على المؤسسه على الدكاتره من الاعتماد، بحيث ان كان قبل يوم الاعتماد يبقى كل الطلبه ريدي ان هم عارفين يعني ايه اكريديتيشن، مستنيين فعلا اكريديتيشن، مش لما جه الاكريديتيشن يعني ايه وليه واحنا عملنا ايه. فده كان كامبين برضو من الاعتماد عملناه. كامبين كليتنا ده كان كامبين برضو عن هنربط الطالب بكل حقوقه في الكليه، ايه اللي ليه واللي عليه اللي يقدر يعمله. ايام انتخابات العماده ورينا لهم برضو الانتخابات والحاجات دي، كان عندنا برضو كامبين الانتخابات كلها كل بيحصل فيها اونلاين. فكان كامبين كليتنا ده برضو اونلاين على كل الحاجات اللي تخص الطالب في الكلية.
الدكتور حسين شايشة شرفنا بتوك في الـ opening ceremony بتاعه من قريب. ده كيدني بريفنشن بروجرام بيعملوه طلبة الامتياز. كل طالب بيبقى ليه 10 حالات أو 10 أشخاص يعمل لهم سكريننج، عشان المهم اللي في الآخر إن ده بريفنشن بروجرام، إن إحنا نقدر نديتكت early detection لحالات الكيدني والهايبرتنشن والدايابيتس. وكان دورنا ان احنا عملنا اونلاين سيرفي عشان الناس تدخل الداتا دي اونلاين ونقدر نعمل بيهم ستاتستيك ونعرف حجم المرضى في اسكندريه وازاي نقدر نعمل له بريفنشن. ده الترافيك بتاع الويب سايت عموما. الدومينز كلها بتاعتنا في 2009 كان 40 مليون في السنه كلها، يعني في اخر سنه برضه 2011 40 مليون. ده اول مايند ماب. ده الويب سايت بتاعنا في فري، ممكن تخش في اي وقت او تكونتاكت اصلا، ممكن تبعت لكم اكونت للحاجات الاكتيفيتيز بتاعتنا بحيث انكم تتفرجوا. طبعا ما اقدرش اقول كل ده، ما اقولش التيم بتاع الاي ليرنينج ده احلى حاجه في كل الحاجات دي، لان هو اللي عمل الحاجات دي كلها. بصراحه انا سو براود ان انا ممبر في التيم ده. التيم ده يجمع كل حاجه في الدنيا، في دكاتره، في مهندسين، في اول ثلاثه خدوا موديل كورس كرييتر في مصر وفي الميدل ايست، في ادوبي فلاش سيرتيفاي، في ناس من خريجين من كل حاجه، بحيث ان احنا عملنا الكومبينيشن دي وطلعنا في الاخر التيم ده. والانجازات اللي اتعملت دي في الثلاث سنين طبعا بدايه من قياده الدكتور محمود الزلباني لحد القياده الجديده بقياده الدكتور اشرف سعد. عايزه اشكر التيم، دايما بحب اشكر التيم بتاعي. وطبعا conclusion learning and innovation go hand in hand. The essence of success is to think that what you did yesterday will be sufficient.